مستمرون وإياكم مشاهدين الكرام، ولنا عودة، كونوا معنا. تلاوة رائعة وإحساس عميق، هذا ما رأته اللجنة في أداء محمد أبي بكر. فهل سيصل محمد إلى المراكز الأولى؟ أداؤه الليلة سيحسم الأمر. محمد أبي بكر من باكستان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك يتفكرون. هو الله الذي لا عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون.
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. استمعنا لتلاوة طيبة من المتسابق محمد أبي بكر من باكستان، طيب الله أنفاسكم. وأنتقل مباشرة إلى لجنة التحكيم. فضيلة الشيخ عمر تفضلوا. محمد أبي بكر، كنت ممتازا ومتميزا، فرغم صغر سنك وعجمتك ولكن حروفك رائعة جدا، مخارج الحروف والصفات كانت رائعة جدا، فكنت متميزا، فكنت تقرأ بقراءة الكبار. وفقك الله إن شاء الله للأحسن، ونسأل الله لك التفوق في هذا الدور النهائي بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا. انتقل إلى السيد كريم موسوي، رأيكم. حبيبي محمد، كنت ماهرا باختيارك للمقامات وتكملتها، يعني أنت تختار المقام وتكمله صحيح. اخترت البيات، من ثم دخلت إلى الرست، كملت الرست، دخلت إلى النهاوند سيكة، كملت السيكة والنهاوند. فأنت الله يحفظك إن شاء الله، محترف وكأنك محترف إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى يعينك بتلاوتك والأدامة بهذا المسير يا رب. شكرا جزيلا. فضيلة الشيخ الدكتور باسم العابدي، حياكم الله، لكم الكلام. حياكم الله أستاذ محمد. حياك الله محمد، بارك الله بك. لا غرابة أن يظهر في باكستان قارئ جيد متمكن على الرغم من صغر سنه. باكستان مدرسة في التفسير. الشيخ أبو الأعلى المودودي، الشيخ المودودي من الذين أنتجوا للتفسير منتجا معرفيا مهما، وهو ذو اتجاه تبليغي ودعوي، فقد أنتج تفسير ترجمان القرآن. وباكستان مدرسة في الأدب، والدكتور محمد إقبال من الأدباء الباكستانيين الكبار، وأنتج للأدب العربي، كتب في العربية وأنتج للأدب العربي ثراء مهما. أنت قارئ جيد، وإن شاء الله تتعلم العربية بشكل جيد. لا نحاسبك على ما وقفت عليه لصغر سنك، إن شاء الله تتعلم بشكل أحسن وأفضل وتتمكن من تلاوتك. بارك الله بك يا محمد. شكرا جزيلا لكم. الشيخ محمد فهمي عصفور، تقييمكم. حياك الله حبيبي. محمد أبي بكر، الصغير عمرا الكبير مقاما، أيها المبدع، ما شاء الله، جميل ورائع جدا. وبالنسبة لعمره أدى أداء فصيحا بليغا سليما في المخارج والصفات والأحكام، وبعض الهفوات البسيطة كبار القراء يقعون فيها. شكرا جزيلا لكم. وانتقل الى الاستاذ عماد رامي، لكم الكلام. بارك الله فيك اخي محمد، ما شاء الله. القراءه المره هذه المره افضل من كان، موفقا بالعلامه اللي اخذها. والمره الماضيه كان يتكلف لأنه العلامة كانت مو مناسبة لصوته، علامة موسيقية. الله يوفقه إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم. سيد حسنيا، لكم الكلام. شكرا جزيلا محمد أبي بكر، يعني من التلاوات الجيدة، ومو من السهل صراحة الوصول إلى نهائيات جائزة العميد بوجود القراء اللي شاركوا بالمرحلة الأولى وانتقلوا إلى هذه المرحلة،
فبالتالي أنا أهنيه على وصوله للمرحلة النهائية، وأيضا التلاوة اللي كما أشاروا أساتذتنا يعني عن المرحلة السابقة أفضل بكثير، أتم المقامات هي أفضل صفة هذه، لكن أنا شخصتها أجمل ما أدى هو النهاوند رغم أنه كلهن كانن جميلات وخصوصا الجواب العالي الأخير. ولكن بما أنه فضيلة الدكتور باسم العابدي ذكر الشاعر أو الأديب محمد إقبال، فلا بأس أنه أحد أساتذتنا يقرأ هي بنت من. الله نعم. لمحمد إقبال اللاهوري. نعم. خذها إليك نقية يا طه، من ذا من ذا سيعرف في الورى معنا، خذها مطهرة خذها مطهرة وليس كمثلها شبه وليس كشخصها من، هي زوج من، هي بنت من، هي زوج من، هي أم من، هي بنت من، هي زوج من، هي أم من، هي وفداك. الله. نعم، من إحساس في الإنشاد وإحساس عميق في التلاوة، هكذا كانت مشاركة محمد أبي بكر من باكستان. شكرا جزيلا لكم يا محمد، ونسأل الله لكم العافية. شكرا جزيلا لكم، تفضلوا.